بالنسبه للضيف الى جا عنده 3 ايام كما تيقولوا ضيف النبي 3 ايام، ولكن الا زادت على 3 ايام غتولي بساله فهمتي؟ نعم. ولا تتولي انتهازيه، يعني الانسان تيجي باش يبقى مورك عليك وصافي. وانت دابا حتى الاسره ما قادراش تحمل اللي بغينا نقولوا. طبعا الاسره ما على حساب المستوى الاجتماعي ديالها ماديا، حيت كاين الاسر اللي ميسوره يمكن ماديا تستحمل، ما عندهمش مشكل، ما عندهمش مشكل، ولكن التزامات ديالهم اخرى ما يمكنش تبقى جالسه فهمتي، باغي حتى هي تخرج ولا عندها خدمه ولا عندها فهمتي، ما يمكنش. لا واش القضيه ديالها باش يجي ويصرف ولا هذه راه ماشي هذا هو المشكل. كما قلت لك المشكل وهو ان الانسان واش هو مسالك بعدا باش غادي باش يبقى مقابلك جالس، انت جالس عنده فهمتيني، خصو يكون هو مسالي يعني هذاك، خصو يكون هو مسالي فهمتي. اما هو راه عطله يعني، اما هو راه يجي عندك ويجلس حتى شهر، ما ربما زعما هو عطله زعما جالس، هو مثلا عطله ولكن باش غادي يجي يجلس عندك راه ماشي شويه ناقصه، يجي يجلس عندك واحد المده معينه كما قلت لك 3 ايام ما يفوتهاش. كاين اللي كيقول لهم مشيو عند دار جدي، بقاو عند دار جدي واحد العطله. وهذا الشيء كان بكري شحال هادي، تيمشيو للعروبيه الدنيا مطلوقه فهمتي، ماشي مشكل وهادي. ولكن بحال دابا هنا مثلا في المدينه الراجل خدام ولا المراه خدامه ولا فهمتي، تيبغي حتى هو يخرج العام كامل هو خدام مثلا، تيبغي تيجي هذيك الفرصه باش غادي يخرج، يعني خصو حتى هو تكون عنده حريه ديال الخروج، ماشي غادي انا بغيت نخرج غادي يجي واحد يبقى جالس عندي في الدار، ما ماشي هي هذيك. سيمانه بزاف، 3 ايام بزاف، يعني الظرفيه اي حاجه غاليه، الفطور غيطيح بميزانيه، الغداء كذلك ميزانيه، يعني غير قوطي كاع عشيه هكا كطيح بميزانيه، حراك المصاريف ديال بزاف ديال الحوايج، يعني صعيبه باش الضيف يجلس عند الضيف ديالو 3 ايام ولا اكثر من يومين، راه بزاف يعني بزاف. مثلا في الاول كيصرف معاك حتى كيجي، يعني خصك اول حاجه الضيف خصو يكون جاي، خصو يكون عالم باش بالامور الدار يوفر بزاف هذاك، وما يعيقش يعني نهار نهار ونص براك صلات عندك. كل اللي هو عطله مثلا هو مثالي باغي يجلس معاه عطله، خص بنادم يفهم راسو، اذا كانت لكنتي عطله يعني شويه هكا وشويه هكا، يعني بنادم يفهم الوضعيه ديال الوقت، ماشي ديال يعني واخا يمشي عند الاخ ديالو ولا الاخت ديالو، يعني راه القضيه محكوكه يعني مزيره بزاف. لا اعتقد لان هادشي كلشي ولا تيعرفوا، لا يختلفوا اثنان في هذا الموضوع، لان الاسعار زادت والاجور بقات في بلاصتها، وكاينين الناس اللي ما اصلا ما عندهمش اعمال يعني قار، اذا هنا الكاهل ديال الاسر المغربيه راه ولا متقال لواحد الدرجه يعني ملحوظه. المغربي ملي تيمشي على الكفيفه ديالو دابا تيديها اللي كان تيجيب واحد كيلو مثلا ديال البطاطا ولا تيجيب نص كيلو تتكلف، وان استطاع هذا راه مازال دابا راه وليتي كتقدر تستقبل ضيف عا بحلوى مثلا تيجيبها معاك تقول ليه بسم الله، ولكن من بعد ديك 3 ايام ولا 4 ايام تيبدا يبان لك انت بان هذاك الضيف ماشي انت اللي ما بغيتيش، ولكن ما بقيتيش قادر عليه. ما نكذبش عليك اخويا، هذا زمان المناصفه ما بقاش هذه المسألة الضيف انه يجي ويجلس ويعول عليك انت في جميع المصاريف، ضروري خاصك تحمل معاه شوية ديال صح. إلا بغيتي تبقى يعني واحد الأسبوع ولا سمو أنت معولت، أنت راه عندك مصلحة مع الأول، هلا غادي تخيم تمايا تستافد من ديك المنطقة، وإلا دير يديك جيبك نعم سيدي واعتبر راسك كتصرف في محلك. أخي السؤال ديالك كاين قسم القسمين، حنا عارفين الناس طبقات، كاين اللي غادي يقدر يستحمل عدة أيام، كاين اللي غيقدر ما على نهار ولا يومين، هذه بلا زيادة الأسعار. كاين أي واحد سواء عنده ولا ما عندوش، اللي عنده راه حتى هو كيتسلف ويتكلف كيدير أكثر من جهدو واخا يحط ليه حولي مسوي، واللي ما عندوش حتى هو مسكين كيتسلف ويتكلف واخا يجيب ليه غير الدجاجة، وإنما هو بالنسبة لي دار واحد الزاد أكثر من جهدو، ربما الصرف اللي غادي يصرفه هو في سيمانة كيصرفو على ذاك الضيف في نهار. حاليا يا أخي صعيب، كلشي تزاد، الزيت تزاد، وليتي الا بغيتي تشري عير مسمنه ديال درهم ولات بجوج درهم، علاش؟ انه الزيت تزاد، المازوط مزيود، يعني الخضره اللي كانت كتجي رخيصه ولات كتجي غاليه، اللحم بلا ما نهضروا عليه كانت تطلع 100 كيلو 100 درهم، داروا مظاهرات ملي كان طلع الثمن، داروا مظاهرات طلعوا لهم 100 درهم، عاودوا داروا مظاهرات نزلوا لهم ذاك الثمن اللي طلعوا ليه الثاني والبنادم مسكت. حاليا داخل لحم الجاموس اللي هو اقل جوده وارخص لحم في البرازيل،
كيدير 10 فرانك. هنا للاسف العطاسه حتى هما زايدين فيه اكثر، كيتباع على اساس انه لحم التاور المغربي. ف مثلا هذوك اللي كيجيو عند الضياف مثلا كيصرفوا شي يامات، يعني جا عندك تيصرف ولكن من بعد ما كيبقاوش. لا شوف، هما النهار الاول بحال مثلا شي واحد جاي عنده شي واحد من العروبيه كيجيب لي بوديجه ديال البن، جوج فرارج بلديين، بلاطو تاع البيض، كيبرك سورين. ربما ديك العائله خلصه ديالها تاع الشهر، وربما حتى دوك دوير الزمان اللي خاصين يمشيو يقدروا كاع يتسلفوا ويتكلفوا كاع عير باش يكونوا معاه. وللاسف كاين الناس ديال في المدينه تيخرجوا للعروبيه مثلا. صحيح. هما المغاربه سواء في الميدان الحضاري ولا الميدان القروي، ناس كرامه، كل واحد كيدير اكثر من جهده، ولكن مع غلاء الاسعار كل شيء تقهر. بنادم غادي يعير بعزة النفس، اللي كان كيخرج كفة ولا كيخرج خنيسة صغيرة، فصعيبة بزاف. بالضبط إلا كانوا سي دياف اللي ما كيفهموش راسهم وما باغينش يصرفوا كاع، جايين عير باش ما يصرفوش، قرام غلاء الأسعار وجاو باش ما يصرفوش، فهذوك غادي يقصحوك، كيقصحوك في الزيب، ومن غير أنهم كيقصحوك في الزيب كيدخلوا شوية في الخصوصيات إلا كانوا سي دياف تقال. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم كوصى أنه الضيف يكون خفيف. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.